عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال اجتماع استعراض تطورات التحضير لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ بما في ذلك موقف المبادرات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، وكذلك الاجراءات اللوجستيه والتنظيميه الخاصه باستقبال ضيوف المؤتمر، والاقامه والتنقلات الداخليه والبرامج السياحيه التي سيتم تنظيمها للمشاركين من اجل زياره بعض المدن والمعالم السياحيه في جنوب سيناء وخارجها. واضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء انه تم ايضا خلال الاجتماع استعراض جوانب التطوير والتحسينات التي تم ادخالها على الموقع الالكتروني للمؤتمر. وما تضمنته من اضافات لاثراء الجانب المعلوماتي وكذلك تسهيل وصول المشاركين الى الخدمات المختلفه المتعلقه بالاقامه والتنقلات والتعرف على تفاصيل الشق الموضوعي للمؤتمر وغيرها من الملفات التي تهم المشاركين